يحكى أنت أعزائي المستمعين. يحكى أن العباس بن محمد بن علي عم الخليفة هارون الرشيد كان قريبا من قلب الرشيد حتى أزمع أن يتزوج من ابنته، إلا أنه كان بخيلا، وتصادف أن وفد عليه الشاعر ربيعة الرقي فمدحه بقصيدة عظماء جميلة في وزنها، جزيلة في لفظها، جليلة في معناها، يقول منها: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها، ما إن أعد من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها، وإذا الملوك تسايرت في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها، إن المكارم لم تزل محفولة أي مقيدة، إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها. وترك له الرقعة فأرجأه، ثم بعث له مع خادمه دينارين. تصور بخل الرجل، دينارين. هنا غضب الشاعر ربيعة ووجدها إهانة له، وأعطى الدينارين إلى الخادم الذي أتى له بهما وكتب أبياتا، وطلب من الخادم أن يضع الرقعة في مكان يتيسر للعباس أن يراها دون أن يعلم من الذي أتى بها. وكان قد كتب في تلك الرقعة يقول: هززتك هزة السيف المحلى، فلما أن ضربت بك انثنيت، مدحتك مدحة الطرف المجلي لتجري في الكرام كما جريت. بالتوضيح فقط، الطرف هو الفرس الأصيل، والمجلي من أسماء الخيل السوابق لدى العرب. وقال أيضا: فهبها مدحة ذهبت ضياعا، كذبت عليك فيها وافتريت، فأنت المرء ليس له وفاء، كأني إذ مدحتك قد هذيت. يا حظه اللي مسكنا كل وجدان، ذاكر رب دوم هذا كفاية. الشاعر حين يغضب، ويحكى حين عثر على الرقعة وقرأها فهم أن ربيعة بعث بها إليه، وغضب غضبا شديدا، وهرع من فوره إلى الرشيد وقال له: أيتجرأ كلب أن ينهشني وأنت موجود؟ قال: وما ذاك؟ قال: لقد هجاني ربيعة الرقي، وعرض عليه الرقعة. فغضب الرشيد وأمر بإحضار ربيعة في الحال، فتوجه رجال الشرط فأحضروه إحضارا شديدا، وما إن رآه الرشيد حتى تولاه بالشتم وقال له: أتهج عمي وآثر الناس عندي؟ والله لقد هممت أن أضرب عنقك. فقال له ربيعة: اسمعوا ماذا قال له. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد مدحته بقصيدة ما قال مثلها شاعر قبلي في أمير أو خليفة، فمره أن يحضر الرقعة التي فيها القصيدة. هنا نظر الرشيد وقال لعمه: أمدحك حقا؟ قال: نعم، ببضعة أبيات تافهة. قال: فبحق أمير المؤمنين أن تبعث من يحضرها. فلما جاء بها قرأها الرشيد وطرب لها كثيرا، حتى قال:
ما قال شاعر مثلها في خليفة من الخلفاء. وهنا التفت الرشيد إلى ربيعة وسأله: وهل أثابك عليها؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، بدينارين. وهنا انتفض الرشيد وقال لعمه البخيل: أصدق القول؟ ويلك. فسكت العباس وتغير لونه وقال: نعم. فغضب الرشيد وقال لعمه: واسوأة لك، أي حال قعدت بك عن إثابته؟ أقلة مال؟ فوالله لقد ملأت بيتك مالا. أم هو أصلك وحسبك؟ وهو الأصل الذي لا يدانيه أصل، أم هي نفسك؟ فوالله لا ذنب لي حتى فضحت آباءك وأجدادك وفضحتني معهم بعد نفسك. فنكس العباس رأسه ولم ينبس ببنت شفاه. ألاحظتم أيها الأعزاء ماذا أورده؟ أن الرشيد لحظتها قال للخازن: سلم ربيعة 30,000 درهم وخلعة واحمله على دابة. فلما تسلم جائزته قال الرشيد لربيعة: يا ربيعة، بحياتي لا تذكره بشيء في شعرك تعريضا ولا تصريحا. فأجابه ربيعة قائلا: من كان عطاء ابن أخيه هكذا لا يمكن أن يذكر إلا بخير.